إنها كانت مناسبة سعيدة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أقامها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد هنا بالصالة الكبرى للاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي. وبهذه المناسبة السعيدة التي يحتفل بها المسلمون في أرجاء العالم، قدمت الفرق الماضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصائد نبوية تناولت سيرته وشمائله العطرة. وأمام مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سعيد عمة، شكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى الحضور من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي ورجال الدين، وأشار إلى ضرورة الوحدة الوطنية والتسامح بين المسلمين والسعي إلى العيش المشترك. محمد الرسول عليهم السلام توضيح المنهج الذي يكفل للبشرية الحياة الكريمة في الدنيا والفوز برضا الله سبحانه وتعالى في العقبة. والمنهج منهج الله، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها فلا يضل عنها إلا هالك. كما حث الدكتور محمد خاطر عيسى المسلمين على أهمية تعليم أمور دينهم الحنيف واتباع سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وقد حضر المناسبة بجانب المشايخ والدعاء وحفظة كتاب الله وزير الدولة المكلف بالمصالح الوطنية والحوار السفير الشيخ ابن عمر.